بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله حبيباتي هذا الفيديو تلقاكم كامل بخير وكامل مهنيين. يوم راح نديرو مع بعض عجة بالخضر. هنا حكمت المقلة تاعي، حطيت فيها 3 مغارف تاع الزيت، قطعت سكالوب لهنايا رقيق وقليتو حتى لحق لي لهذاك اللون الذهبي، ومن بعد زدت عليه بصله قطعتها هكذايا اون بتي دي، ونزيد نخليها تدبل مليح مليح حتى يجي يدخلها طياب شويه. هنايا الناس اللي ما يحبوش البصل يديروا بصله تكون صغيره، ولا يحكموا بصله تكون متوسطه يدوا غير نص منها. انا يعني ولادي يحبوا البصل ما عنديش مشكل معاهم. حطيت بصله لهنايا كانت كبيره شويه، قطعتها اون بتي دي وقليتها مليح مليح تدبلت لي. ومن بعد حكمت لهنا زوج حبيبات تاع الفلفل. انا هنا خلط بين الفلفل الاحمر والفلفل الاخضر، قطعتهم تاني رقاق هكذايا، وحكمت زوج حبيبات تاع زرودية متوسطين نحيتهم في السكرفات لابارتي هذيك رقيقه، وحبه تاع لي كورجيت اللي هي القرعه كما نقولوا حنايا رحيتها تاني في لابارتي تاع السكرفات رقيقه تاني. هنايا بعد ما تبان لي البصل مليح مليح زدت لهنا هاد الخضر تاعي، ونسيل لهنا نقليهم تاني حتى يدخلهم طياب. قبل ما يدخلهم طياب لهنايا نسيي نتبلهم. هنا كنت قليت شويه تاع البطاطا، زوج حبيبات ولا 3 كيما تحبوا حسب افراد العائله تاعكم. يعني ما نكتروش خاطرش هادي عجه ما نكتروش فيها البطاطا بزاف. هنايا قبل ما قلت لكم ما يطيب لكم قبل ما يطيبوا هذوك الخضر اللي حطينا مع الدجاج سي وتبلو. هنا ما عندناش تتبيله كبيره، عندنا غير الملح برك وشويه تاع الفلفل الاسود. هذا ما كان، هذه هي التتبيله تاعها. واللي يحبوا الحار لهنا يقدروا يزيدوا يديروا هكذايا شويه تاع الحار، يقطعوا مع الفلفل الاخضر ويزيدوه، وخليوا هذوك الخضر حتى طيب لكم لهنا تماما. في البدايه تحطوا الدجاج على نار قويه، ومن بعد كي تبداو تزيدوا في الخضر تاعكم نقصوا النار، ومن بعد كي تحطوا لهنا البطاطا هذه كامل نقصوا النار تماما. هكذا بعد ما طابوا لي هذوك الخضر كامل، زروديه والقرعه والفلفل البصل الدجاج، نزيد هذيك البطاطا، ومن بعد نزيد لهنايا الفرماج. هنا قد ما تحطوا الجبن قد ما تجيكم هاد العجه بنينه. انا حطيت لهنا اون بورسيون هذيك تاع الشيف، وزدت شويه برك هكذا واحد دو بورسيون صغار. قد ما تحطوا لها العجه لهنا، قد ما تحطوا لها عفوا لهنايا الجبن راح تخرج لكم بنينه ما شاء الله. سي وزعوا هذاك الجبن لهنايا، ومن بعد ايطاليو هذيك الحشوه تاعكم هذوك الخضر، سي وسقموهم في المقله باش يجيكم، يعني باش ما تجيكمش اون بارتي خشينه وان بارتي رقيقه. هنا ما حبيتوا العجه تاعكم تكون كيما نقولوا خشينه، سي وديروا مقله تكون صغيره باش تجيكم عالية. انا هنا المقلة تاعي شوية كبيرة، هادية جاتني شوية يعني رقيقة بصح مليحة، 1 سنتيمتر جاتني ما شاء الله. ومن بعد حكمت 4 حبيبات تاع البيض خلطتهم مليح مليح، تقدروا تزيدوا تبلوهم لهنايا، شوية ملح شوية فلفل اسود. انا يعني ما درت لا ملح لا فلفل اسود هكذاك، وجاني يعني الملح جوست ما قدرتش نزيد لهم مع الفرماج وكامل هنايا، يعني الملح جاني قد ما زدتش. ومن بعد نحكم من لهنايا مغرفه هكذايا ولا سباتيل ولا، ونسيي ندخل هذاك البيض، ندخل هذاك البيض بين الخضر باش تحكم لي مليح العجه تاعي وتجي شاده روحها. هنا كي تحطوا البيض لازم تنقصوا النار تاعكم تماما، لازم ديروها بيوز، علاش العجه فيها البصل يقدر يتحرق لكم هذاك البصل من تحتها. زيد دردرت لهنايا الفخوماج غابي، كان عندي شويه تاع شيدر زدته من الفوق ونقصت النار قلت لكم تماما، غطيتها وخليت البيض تاعي حتى نشف والفخوماج هذاك دابلي، وهاي ليك النتيجه الاخيره. شوفوا كيفاش تخرج ما شاء الله، اكله سهله وسريعه اقتصاديه، يعني كيما نقولوا اكله على السريع، خرجتي وجيتي تمتم تقدري ديريها، تقدري تزيديها هكذا في العشاء لكن عندك كش حاجه كيما تقدري تانيك ديريها كطبق تقدميه وحده هكذايا مع السلاطه كيما نقولوا، زيدي سلاطه وتزيدي واسمو جو، تقدري ديري عصير في الدار ولا حاجه، يعني تعتبر وجبه كامله.
وفي الاخر كما العاده نقسم معكم طريف لهنا باش تشوفوه. راكو تشوفوا فيها لهنايا، صدقوني تخرج بنينه ما شاء الله، تخرج روعه، خاصه كي تكثروا لها تاني كل جبن تخرج من اروع ما يكون. كانت هذه هي الوصفه تاع نهار اليوم، خفيفه ظريفه. لا عجبتكم ديروا لنا جيم لا فيديو، بارطاجيو هذه الوصفه مع الاصدقاء والاقارب تاعكم، اكتبوا لنا ان كومونتير باش نعرف يعني لا راهم يعجبوكم الوصفات ولا لا لا. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.